أعطني لأشرب. مرتين السيد المسيح طلب أن يشرب، مرة عند بئر يعقوب مع المرأة السامرية، ولم تعطي المرأة السامرية ماء ليشرب. المرة الثانية اللي طلب فيها السيد المسيح أن يشرب على الصليب، وأعطاه العالم خلا بدل من الماء. إيه اللي خلى المرأة السامرية لا تعطي ماء للسيد المسيح؟ المناقشات، المجادلات. أعطيني لأشرب يعني اتحرك اعمل شيء. صوت ربنا ممكن ما يجيش تاني. إيه اللي بيخلي الإنسان يذهب إلى البير في منتصف النهار؟ الهروب من الآخرين. إنجيل يوحنا إصحاح 4، إنجيل نرى فيه الله يبحث عن خلاص الإنسان. في تكوين 3:9 قال لآدم أين أنت، وفي تكوين 4:9 يبحث الله عن هابيل اللي قتله قايين، أين هابيل أخيك. تكوين 18:9 لما الثلاث ملائكة زاروا إبراهيم قالوا لإبراهيم أين سارة امرأتك. إنجيل يبحث فيه عن أرض مشتركة للكلام مع الآخرين لأجل الخلاص. أرض مشتركة هي الطريق الوحيد للكلام والحوار، لأنك أنت لو بديت الحوار باختلاف مش هتكمل. هو إنجيل للإرادة المنتصرة. معنى كلمة إفنيكي يعني الإرادة المنتصرة. شفنا قد إيه هذه الأم اهتمت بتيموثاوس اللي أصبح بعد ذلك تلميذ للقديس بولس الرسول. يوسف انتصرت إرادته على الخطية مع امرأة فوطيفار، وموسى رفض أن يكون ابنة فرعون، إرادة منتصرة. سارة أخنوخ مع الله لأن له إرادة منتصرة. سارة نوح مع الله لأن له إرادة منتصرة. وسارة إبراهيم مع الله لأن له إرادة منتصرة. إرادة قوية زي المرأة السامرية لم نجد. إسحاق هو رجل الآبار، حفر 4 آبار. كلمة حفر موجودة في سفر التكوين إصحاح 26 آية 19 21 و 22 و 25، 4 مرات. إسحاق لما حفر الآبار اتعرض لمشكلة. الفلسطينيين كانوا جداد جدا عليه، لكن تصرف إسحاق كان جميل. من أجل السلام كان يقبل أي شيء من الآخرين، قلبه كان نقي. رجل الآبار، أي ماء تعطي الآخرين، هل ماء مالح، هل ماء مر، أم ماء يروي ظمأ الآخرين. إسحاق سبب نجاحه مع الفلسطينيين إن هو كان رجل سلام. تخلى إسحاق عن الآبار من أجل السلام. الأعذار كتيرة في الحياة، ما عنديش وقت. عذراء النشيد تقول إيه؟ خلعت ثوبي فكيف ألبسه، غسلت رجلي فكيف أوسخهما. أعذار. تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء.
ربنا في إنجيل المرأة السامرية أعطى إيقاظ للضمير. الإنسان ما يقدرش يستمر في الخطية، مياه العالم مياه ردية، مياه العالم لا تصلح للأبدية، مياه العالم مياه وقتية. هل عندك استعداد إنك تتقابل مع المسيح؟ تعلمنا من المرأة السامرية النهاردة نستغل الوقت ونقدم توبة، ولما أقدم توبة أفكر في الناس اللي جرحوني. هذه المرأة التي لها الإرادة المنتصرة لم تهتم بكلام الناس، قدمت أجمل شيء لهؤلاء الناس، قدمت لهم المسيح. هذه المرأة العظيمة ذات الإرادة المنتصرة تعطينا مثالا كيف نتمتع بالسماء على الأرض.